قطع آشورية، قطع آشورية الأعداء حرب بيناتهم مع بعضهم بعض. جميلة جدا هذه اللوحات. انظر إلى هذه رؤوس الأعداء وهم هنا يحتفلون بالنصر ويأكلون ويشربون. لوحة جميلة جميلة جدا. انظروا إلى هذا، حتى هذا الجندي القتيل الفاقد الرأس والأسماك من حوله يأكلونه. تعابير دقيقة جدا عن الحرب. Thank you.
لوحات جميلة جدا. هناك دراسات عديدة حول هذه اللوحات على أنواع الأسلحة المستخدمة، على أنواع الدروع المستخدمة، على أنواع القوارب المستخدمة، على الملابس آنذاك، على نوعية الطعام، نوعية النبات، كل هذا موجود ومحفور على هذه الجداريات الرائعة. سبحان الله، انظروا إلى هذا الحيوان، انظروا إلى يديه، أي نوع من أنواع الحيوانات التي يديه تشبه يد الإنسان. هذا بحد ذاته دراسة حول هذه الأمور. يعني ملحمة جميلة منحوتة على هذه الحجارة، عملية تحطيم الحصون أي القلاع والقتال. عموما هناك أشياء كثيرة وكثيرة حول هذه المنحوتات الجميلة. انظروا إلى هذه المنحوتة الجميلة الرائعة.
انظر عزيزي إلى هذه المنحوتة. سبق وذكرنا بعض القطع الفينيقية التي ذكرت هكذا منحوتات عليها. طبعا هذه المنحوتات أقدم من المسكوكات. في تلك الأيام لم يكن هناك مسكوكات، ولكن هذه الملحمة أو هذه اللوحة القتالية تظهر القتال الملك مع الأسد، ونفس هذا التصوير قد وجد في النقود الفينيقية، وسبق وقمت بعرض هذه الحلقات سابقا.